صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهاردة في أول حلقة من برنامجكم دينا والناس. النهاردة حبينا نوصل ليكم، بنوصل رسالتنا دايما من القلب للقلب، بنوصل رسالتنا لكل الناس النقية اللي تنام وتصحى على كل حاجة حلوة وكل همومها محلولة، لأنه بقدر وبإيد ربنا سبحانه وتعالى دايما لازم نسيبها على الله ان شاء الله. طيب انا حابه ابتدي معاكم النهارده بشكل شخصي جدا عشان اقرب منكم وتقربوا مني. الموضوع اللي كنت عايزه ابتدي معاكم فيه موضوع فقدان حد عزيز علينا. اكيد طبعا الشهر ده انتوا شفتوا او سمعتوا او جربتوا حد توفى حواليكم، وطبعا شفتوا الحادثه الاخيره في الاعلام للفنان هيثم احمد زكي، وكتير جدا. انا شخصيا مريت في الاسبوع اللي فات اكتر من معارف واقارب ناس كانوا عزيز عليا جدا. الفكره كلها ان احنا عايزين نرجع لفكره ريحه الحبايب. مش معنى ان عزيز راح مننا اللي خلاص هو خلاص سيرته راحت، لا، احنا لازم ندور على ريحة الحبايب. ريحة الحبايب الناس اللي فاضلين منهم، ولادهم، قرايبهم، اخواتهم، نتجمع ونرجع صلة الرحم زي زمان. مش نبقى مشغولين بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وننسى بعض. احنا يا جماعة بنلاقي صلة الرحم قاطعين الصلة خالص. تخيلوا ان احنا نلاقي الصحاب هم اللي بيقربوا لينا. يعني انا كتجربة شخصية والدتي توفت من كام سنة، اللي كان بيسأل عليها اقرب اصدقائها اكتر من صلة الرحم، وللأسف مات 2 من أصدقائها الشهر ده. فزعلت جدا، أنا كنت مقصرة معاهم. أنا عن نفسي النهاردة هبتدي أشوف أنا كنت مقصرة مع مين. وأنتم كمان لازم يا جماعة نود بعض ونحب بعض ونرجع ريحة الحبايب. كان في كتاب حلو قوي قوي عمله الكاتب محمد طعيمة، ده كاتب صحفي، عمله اسمه ريحة الحبايب. بيجمع فيه ذكريات نجوم الفن اللي هم اسعدونا، برغم ان هم اسعدونا ان هم اتألموا في حياتهم قوي قوي قوي. بس طبعا كلنا عندنا حاجات مش بنبينها، لازم بنوصل لكم الرساله اللي تسعدكم بجد. الكتاب بيضم فيه ذكريات نجاح الموجي، طبعا حضراتكم ما تنساهوش، علي الشريف، صلاح الشربيني، تحيه كاريوكا، نهاد الشريف، عبد الفتاح الاسري، هيثم احمد زكي ووالدته الله يرحمها هالة فؤاد، والراحل العظيم اللي مش هيتكرر ابدا احمد زكي. دي حاجه اللي بنقول عليها. من الظواهر برضو السلبيه كمان النهارده التنمر. الحقيقه الاسبوع اللي فات شفت مشهدين يعني استفزوني. المشهد الاول الشاب الطالب المصري اللي قام بالتنمر والتريقه على شاب سوداني. يعني انت دلوقتي بتبين المجتمع المصري ان هو يعني ايه، وتزعل الشعب السوداني مننا اصلا ليه، حتى على سبيل الهزار والدعابه. يا جماعه هي فين الاهل؟ ليه مش تقعدوا مع اولادكم وتشوفهم بيكلموا مين، اصدقائهم مين، بيكتبوا ايه على الفيس، افكارهم ايه؟ معظمهم يقولوا اصل احنا مش بنقدر عليهم. لا، تقدروا وتربوهم كويس جدا. برضو مشهد تاني لشاب معاق في الاهليه تنمر عليه مجموعه من البلطجه. الشاب ده بيبيع كتب دينية، يعني واحد لا بيه ولا عليه، بتتعدوا عليه ليه؟ كلمة التنمر اللي هي إيذاء شخص لشخص أو مجموعة من الأشخاص. التنمر ده عبارة عن إيه؟ بيبقى إيذاء نفسي، جسدي، معنوي. أنتوا عارفين إن الإيذاء بيحصل كمان من أولياء الأمور، إن هم بيأذوا أولادهم طبعا. أمال الشباب اللي تبقى شخصيتها مهزوزة وعدمة الثقة، والبنات كمان من إيه؟ من كتر الكلام الوحش اللي بيسمعوه من اهلهم، وهم طبعا الاهل مفكرين ان هم بينصحوهم، وده غلط جدا. دي كلها ظواهر لازم تتعالج النهارده. مش عايزه اطول عليكم، خلينا ارحب بالضيفي اللي معايا النهارده، سياده المستشار عادل القاضي، مستشار الموارد البشريه ومدير اداره العامه بالاكاديميه المصريه للعلوم والتكنولوجيا، اللي مشرفني النهارده. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، نورت يا سياده المستشار. في البدايه كده كنت عايزه اخطفك في موضوع حضرتك سمعت عن صلة الرحم والتنمر، والتنمر والعنف وكل الظواهر السلبية دي. حضرتك شايف ان احنا ممكن نعالج الامور دي ازاي؟ احنا بقى شكلنا وحش قوي. طبعا هي صلة الرحم طبعا مطلوبة، يعني لازم يكون فيه مودة وتعاطف ولازم تكون متواجده دايما باستمرار، ما تتنساش. يعني حضرتك شايف ان السوشيال ميديا طبعا مضيعه، خطفت ناس كتير قوي، مضيعه العالم كله.
يعني كله، انت لو دخلت بيت مع احترامي لحضرتك يعني شفت هتلاقي ده قاعد لوحده بجنبه وده قاعد لوحده بجنبه وده كل واحد مع نفسه، ما تفهميش في ايه. يعني خطفت زي ما انت حضرتك بتقولي كده، خطفت كله. احنا دلوقتي لو ما نيجي نعالج، قلنا على نقطه الـ البيت، في نقطه المدرسه. يعني احنا كنت عايزه اقول لهم ان في سيده في الغربيه وكانت بتقوم بمبادرات جميله جدا وهي اخصائيه اجتماعيه. شفتوا دور المجتمع المدرسي ليه دور مهم جدا، كانت بتحارب التنمر عن طريق مبادرات لاولياء الامور تنصحهم يتعاملوا ازاي، مبادرات للطلاب مسلم ومسيحي يزوروا الكنائس والجوامع، مبادرات لكبار السن. تخيلوا ما في تنمر من احنا، يعني احنا ممكن نتنمر على ابائنا بعد ما نكبر ونزهق منهم ونرميهم في دار مسنين، ما ده برضو جزء من التنمر. فحضرتك بقى لو جينا بقى في نقطه المجتمع المدني، تقول ايه بقى النهارده بنسبه الاكاديميه الاكاديميه المجتمع المدني؟ طبعا ما اقدرش اقول لك، يعني احنا كلنا مع الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وطبعا كلنا معاه من كل ناحيه. يعني لازم كله يشتغل، لازم كله يتعب، لازم كله يبقى كله يد واحده، جميع الفئات بتاع الشعب، مفيش حاجه اسمها كله، لازم يكون يد واحده. في بعض المؤسسات بتعالج ده، بتعمل مبادرات. بتعمل مبادرات. طبعا طبعا طبعا، واحنا ما احنا عملنا برضه مبادرات كتير في الغربيه وفي المحله بالنسبه للاكاديميه يعني وعملنا حاجات كتير قوي. طيب حضرتك النهارده لو جيت قلت لنا عن رؤيه الاكاديميه المصريه للعلوم والتكنولوجيا، ايه اللي بيميزها عن باقي الاكاديميات والرساله اللي بتقدمها فعلا للمجتمع؟ طبعا دي حاجات، طبعا الرساله دي يعني هي بتؤهل الشباب طبعا في جميع النواحي. خدميه ام ربحيه؟ خدميه، لا خدميه وليست ربحيه. يعني هي الاكاديميه معروف عنها انها خدميه وليست ربحيه. يعني ما لهاش حاجه اساسيه ولا لها تربح ولا شهره ولا حاجه، لا هي خدميه اولا يعني قبل كل شيء يعني وليست ربحيه. ايوه يعني هم كنت اسمع ان مثلا بيبقى فيها حاجات تميز للشباب، فرص عمل، بتقدموا حاجات للمسؤولين بتدعموهم. المسؤولين طبعا دي بقى حسب الجهد وحسب النشاطات بتاع كل واحد. يعني احنا بنكرم مثلا مثلا يعني حسب الجهد، يعني شهادات فخريه ودرجات العلميه. ودرجات العلميه يعني احنا في طنطا الاسبوع اللي فات بقى لي 10 ايام 15 يوم بقى لي 15 يوم مكرمين الدكتور الاستاذ رسالة المستشار ابراهيم الخضيري نائب رئيس مجلس الدوله رئيس النيابه الاداريه بالغربيه والسيد وكيل وزاره الغربيه في طنطا بتاع وزير الزراعه وكيل وزاره الزراعه بالغربيه، وطبعا قطاع التربيه والتعليم وكن كمان فيه ايه المجالات الثانيه يا ست المستشار؟ مجالات كتير زي ايه مثلا؟ وعملنا طبعا في 6 اكتوبر كرمنا مثلا القدماء المحاربين القدامى في الغربيه برضو حاجات كتير يعني. ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني. جميل جدا. طيب لو جينا اتكلمنا عن تاهيل الشباب ككوادر ناجحه، بتعملوا ايه؟ يعني ايه اللي تقدروا تقدموه كمجتمع مدني؟ الفرص اللي مطلوبه، هل في مشروعات بتقدروا تتعلموهم وتدربوهم كويس تاهلهم للشباب؟ ده موجود؟ موجود موجود يا فندم موجود. بس طبعا هي بتيجي بالممارسه وبينتظموا معانا ويتنوا ماشيين طبعا، بيخشوا ويجوا عندنا. يعني الشباب بيبقى محبط جدا جدا ومحتاج مثلا فرصه، يعني مثلا دلوقتي هو حضرتك عارف مشقه البحث العلمي طبعا. يعني في اكاديميات بتاهلهم ازاي يعملوا البحث بحيث ان هم ما يقدروا يقدموه على اكمل وجه، اكمل وجه البحث العلمي بتاع رساله الماجستير والدكتوراه. فطبعا انا اعرف ان الاكاديميات طبعا بتقدم ده وده متوفر عندكم. متوفر متوفر. وكمان في الشباب مثلا لو في فرص عمل، هل بتعملوا دورات تدريبيه ليهم؟ دورات تدريبيه دورات تدريبيه على طول. بيجوا وياخدوا وبنطلب منهم حاجات، يعني مثلا صور بطايق بالنسبه للرئيس الاكاديميه. التقديم بقى ايه؟ التقديم بقى صورتين بطاقه شخصيتين بتوع الرقم القومي وصورتين للشخصيه غير صوره بطاقه الرقم القومي وصوره المؤهل. عايزين نقول الاكاديميه برئاسه الدكتور احمد رشدي عباس ده رئيس مجلس الاداره بتاع الاكاديميه المصريه للعلوم والتكنولوجيا. هو رئيس مجلس اداره الدكتور احمد رشدي عباس، راجل محترم جدا
ما اقدرش اقول اكتر من كده يعني، مهما عبر عن اللي جوايا ناحيه الدكتور احمد ما اقدرش ادي له حقه يعني بصراحه. طيب والاحتياجات الخاصه بقى يا استاذ؟ الاحتياجات الخاصه ديت طبعا ذو الاعاقه والهمم، احنا بنعمل دورات تدريبيه، وطبعا رحنا حضرنا، وكنا اخر زياره لينا كنا في شهر مارس الماضي، و يعني تحتفلوا بيهم دايما معاهم في كل وقت. بيهم اه دايما معاهم في كل وقت، معاهم في كل وقت، دول ما تملهمش حاجه يعني، ليهم فرصه ان هم ممكن يشتغلوا يتعلموا حاجه. اه ان شاء رب العالمين. هي بتبقى عايزه بس شويه، في كمان جزء اللي هو الجانب العمل الخيري برضو مفتوح. العمل الخيري طبعا ده مطلوب، ده مطلوب طبعا، يعني بتبقى حاجه شامله جدا. اه طبعا طبعا. طيب لو جينا بقى اتكلمنا عن الانشطه، الاقسام اللي بتبقى مثلا موجوده في الاكاديميات زي ايه مثلا؟ الاقسام، الاقسام كتير. يعني نعرضها عليهم عشان لو حد حب. بالنسبه لايه؟ في الاكاديميه بس مش لل، ما في عندك بقى تبع الزراعه والتجاره والصناعه، دول بالنسبه للاقسام اللي موجوده في الاكاديميه من جميع النواحي يعني. وفي هل في اداره اعمال وفي تنميه إدارة بشريه؟ اعمال وتنميه بشريه والقانون الدولي، القانون الاداري وحاجات من هذا القبيل يعني كتير قوي. جميل. جميل. طيب كنت عايزه اخطفك برضو في نقطه كده. حضرتك عارف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دايما يقول لازم يبقى موجود دور المجتمع المدني معاهم بالتعاون عشان يقدروا مثلا يخففوا الحمل شويه عن طبعًا. المسؤول وبرضو يساعد المواطن. لا لا طبعا، ده احنا في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني، ما نقدرش نقول اكتر من كده. هو طبعا نقذ البلد في وقت معين، وما كانش هيجي طبعا احسن من كده بصراحه ربنا، ده وجهه نظري. فاحنا كلنا يدا واحده قلبا على قالب زي ما بيقولوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو بصراحه ربنا عامل شغل جامد. ايه اللي تحب شايفه اللي يعني قدام، اللي احنا ممكن افكار جديده وحاجات جديده كرؤيه حضرتك بالنسبه للمشروعات، الحاجات اللي ممكن، او حضرتك المشروعات اللي انت شفتها اللي هي فعلا مكسب كبير جدا لمصر في المستقبل القادم؟ لا، هي مصر ماشيه على طريق الخير طبعا وللامام على طول يعني، مش للاول مش لورا، لا للتقدم بصراحه ربنا يعني. وهي يعني هي بس الناس تصبر شويه، هي حلوه يعني، كل اللي جاي كويس بصراحه يعني. مهما نقابل من ظواهر سلبيه احنا لازم نتعدى ده كله، لازم نتعدى ده كله، وحلوه بصراحه ربنا يعني. الايام اللي جايه افضل 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 يعني. انا شايفه ان احنا كل اسبوع لازم الناس يعني بتاخد ترند، لازم تشوف الحاجه السيئه، ما شفتش مره ترند على حاجه ايجابيه. لازم نتريق على بعض ونتمسخر ببعض، مش فاهمه. لا 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 لا, لا. يعني عايزين الدور الايجابي بتاع زمان، والناس تبقى مع بعض ومتكاتفه مع بعض، مش عايزين نيجي على بعض، ده المطلوب منكم. انتوا برضو يعني كجزء من المجتمع المدني، المجتمع الاسري، المجتمع المدرسي، كلكم ادوار مع بعض، في تعاون ما بين القطاعات مع بعض، وده برضو اللي بتقدمه الاكاديميه. انا يعني اسمع برضو ان في تعاون ما بين القطاعات مع مؤسسه التعليم، صح؟ مش انتوا عاملين مؤسسه التعليم تعاون؟ تعاون بين مؤسسه التعليم والاكاديميه في جميع المجالات كلها. في جميع المجالات بيبقى في لقاءات متعدده وبرامج يعني من كل ناحيه بصراحه ربنا يعني. للافضل طبعا. للافضل. طيب احنا عايزين حضرتك تقول لنا برضه هنعمل ايه بقى كده يعني، ان شاء الله حضرتك شايف ايه رؤيتنا؟ الرؤيه كل خير ان شاء الله، ما اقدرش اقول اكتر من كده عندي يعني. انا متفائل خير بصراحه. انا متفائل خير. حضرتك مسالم جدا. لا والله جداً. انا متفائل خير، وانا متفائل بالنسبه لدولتنا، دوله كويسه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه ربنا يعني. انا عايزك تركز جدا على الشباب، لان الشباب ده هم المستقبل، لان الشباب معظمه عنده يأس كده ومش طموح، فعايزين نديهم نقطه الطموح والجانب المعنوي. مش عايزين الناس تبقى يأس، عايزين الناس دايما تبقى فرحانه ومبسوطه مهما كان حوالينا سيئات وسلبيات، لازم نبقى مبسوطين. هو الشباب مفروض يعني كل واحد من الشباب يعني يشتغل يشوف اللي وراه كويس يعني. انا بلاحظ دايما يقول لك انا عايز اتعين في الحكومه. اتعين في الحكومه؟ طب الحكومه هتجيب لي مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ ده ميزانيه دوله وكل حاجه لها نظام يعني، في قطاعات خاص، في مصانع، في شركات، في كل الحاجات دي يعني. المفروض ما يربطش نفسه على انه مثلا لازم الحكومه ولازم طبعا. طب لو انا جيت قلت حضرتك تكلمنا عن نفسك شويه، اتفضلي. كحضرتك كحد عصامي بدات من الصفر، بدات
يعني تقول برضو تجربتك باختصار كده لغاية ما وصلت لإيه، الحمد لله ولسه طموحك برضو مستمر. الحمد لله والله تمام، وبنبدأها من الصفر والله يا أستاذة ديما. واتبهدلنا واشتغلنا وكله تعب في حياته يعني. وما فيش لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس يعني، المفروض كل واحد يبتدي من الصفر. من الصفر، مش عيب ولا ويشتغل كل الشغل، أي حاجة، مفيش حاجة لا ما فيش عيب، ما فيش عيب طبعا، أي حاجة تخطر على بالك تشتغلها ما دام شغلانة شريفة يعني. ده كل اللي أقدر أقوله يعني. فالشباب المفروض يكافح ويناضل ويناهض، ما يقفش عند حاجة معينة ولا عند طريق مسدود ولا الكلام ده كله. يكون فيه مبادرة منه، استجابية، يبقى عنده أمل كده وطموح في الحياة، ما يبقاش واي مشكله بنعديها واي مشكله بنعديها وكده. ده اللي انا عايز اقوله. بالظبط بالظبط. وانت حضرتك سرت موضوع كويس قوي في الاول، بتقولي بالنسبه صله الرحم ولا التنوع، احنا كلنا في زهر صله الرحم. صله الرحم صله الرحم دي ما انا حاسس انها انقرضت يعني خالص. ما انا عشان كده انا قلت، انا حاسس انها انقرضت والله يا استاذه دينا. قلت اللي يعني بيسال علينا الصحاب مش القرايب. نفسي افهم يعني ليه. دي حاجه كويسه بصراحه يعني. انا واحد من الناس بتكلم عن نفسي، انا لازم اودي اخواتي، لازم ان شاء الله تكون فين، لازم اروح لها. في حقيقة لو عملنا يوم كده وجمعنا فيه بعض وكل واحد يعزم بعض زي زمان، ياريت. ونحس بالفرحه، يا ريت. ده حتى ايام رمضان ده الناس ما بترفعش على بعض السماعه، ما بيرفعوش على بعض السماعه يا جماعه. ما تفهميش بقى في ايه الايام دي بصراحه، كل ما منشغل كله باصص لنفسه، بس ما ينفعش لان صله الرحم دي مطلوبه للاسف. ما بنندمش غير بعد ما الحاجه تروح، بعد ونرجع ما تروح. نقول يا ريتنا كنا سالنا، يا ريتنا كنا عملنا. برافو زي موقف بتاع هيثم زكي لما كلهم زعلوا بعد ما مات، طب ما كان موجود، كنتوا فين؟ الله ينور عليك. صح. هو للاسف ما عندوش اولاد، ما عندوش ريحه حبايب، ما هو راح بقى يحسوا بيه بعد ما يروح. اي حاجه عزيزه عليك كده، فصله الرحم دي مطلوبه. يعني انتوا دلوقتي لو حد مات من عندكم وشوفوا ريحه الحبايب مين اللي باقي منهم واسالوا عليهم، هتاخدوا ثواب كبير جدا طبعا. وهتحسوا ان انتوا عملتوا حاجه من قلبكم بجد طبعا. حاجه من قلبكم، ان انتوا فرحانين، احنا عملنا حاجه كويسه، على الاقل لما تموتوا يبقى لكم حسن الخاتمه. الله يرضى حضرتك. تمام تمام، دي حقيقه والله. حقيقه والله. الحياه كلها شكل بسيط جدا، ودايما لازم ناخد كل حاجه بامور سهله، مش عايزين نيجي على بعض، احنا مجرد ايام وبنعديها طبعا. فكره كمان بقى يا استاذ مستشار، التنمر. يعني التنمر ده موجود في كل حته، احنا بنتريق على بعض. يعني انا يعني هحكي بقى تجربه قبل ما احضرك. انا كنت ماشيه الاسبوع اللي فات، كنت رايحه مكان يعني في محافظه المنوفيه. المهم ماشيه جدا وعاديه، بنت عاديه، هو الطلاب مفكرين انها طالبه زيهم، فضلوا بقى يتنمروا عليا جدا، ايه ده هي عامله كده ليه ومش عارفه ايه، مع انهم ما يعرفوش ان انا مش طالبه. طب انتوا تعرفوني منين عشان تتنمروا عليا؟ تنمر وانا ما قلتلهمش اي حاجه. ما يعرفوكيش بالمظاهر. حكموا عليك ازاي؟ ما اعرفش. من خلال لان مثلا الستايل غريب شويه عليهم او حاجه، فما برضو حاجه بتتضايق. واكتر حاجه بقى من البنات اللي تاخد صاحبتها على جنب اللي في عاده كده سيئه، وتقوم عامله ايه كده، طب انت ليه بتعمل كده، ومشكله انها تقول الكلام ده قدام البنت في وشها، في وشها. يعني انت ما تتكسفيش من نفسك، يعني انت دلوقتي لما تحبي تتريقي على حد، اي حد، تمام، انت مش تحطي، ما تحطيش نفسك، او انت تحط نفسك في اللي انت بتتريق عليه، على اساس ان انت يعني خلاص ما مش عندك اي عيوب. كلكم على فكره معظم اللي بيتريق بيبقى مليان عيوب. الانسان اللي جواه نضيف ما بيتريقش على حد، لا طبعا، دايما في حاله، بيبص لقدامه، بيبص لمستقبله، بيبص لشغله. ولا ايه حضرتك؟ لا لا، سليم سليم سليم. هو التنمر ده، طب وليه ده بقى منتشر جدا؟ لا منتشر جدا. في ناس بيجي لها حالات نفسيه واكتئاب وانتحار. بس هو المشكله يعني انت هتمسك لسنة الناس؟ يعني هي المشكله، هنمسك يعني بق الناس كده ما حدش يتكلم؟ ما للاسف هتعملي ايه؟ للاسف. ما هي عاده سيئه، عاده سيئه، لان من البيت، لو كان من البيت، حسب البيئه يا ست الكل، حسب البيئه والنشأه اللي هو اتربى فيها. ما هو البني ادم بيطلع ازاي، ولا الطفل او العيل لما بيتربى بيطلع ازاي، حسب البيئه اللي نشأ فيها، فهو حسب نشأته. بس دي سلبيات يعني، سلبيات سلبيات كلها خطيرة. سلبيات وسلبيات. في حاجه بقى بتحصل برضو، مش عارفه ده صدفه، من كل حاجه ما بتحصلش صراحه بصدفه، ان احنا لما بنلاقي حادثه بنلاقيها متكرره جدا، تقريبا بيقلدوا بعض. اكيد طبعا. يعني لو حضرتك شفت ربطت ما بين حادثه القطار اللي
اتكررت زي ما يكون ما انا ما اعرفش جت ازاي. اه والله وبرده نفسها. الطفل اللي هو كان في اللي اتعدى على وقتل زميله علشان البنت اللي كان بيتحرش بيها حصلت في الصعيد في نفس الاسبوع برضو حاسه التنمر، زي ما يكون احنا ماشيين في خط لا تقليد ويا ريتنا مشكلة. بنقلد حاجه كويسه. طبعا لا مشكلة. يعني الزوار بقت منتشره جدا الدوار منتشر. ولا العيب فينا؟ عشان احنا بنقول لكم احنا بنقدم الرساله عشان ننصحكم مش عشان تقلدوها وتكبروا منها لا لا انتوا بتبعتوها عشان تنصحوا الناس وعشان يتجنبوها. ويتجنبوها. بس طبعا كل واحد له مخ وكل فعل اشتهام فعل ما تفهميش. ما ده دوركم بقى كمجتمع ان مدني شاء الله مع المجتمع ان شاء المدرسي مع الله دور الأسرة. يا ان شاء الله. جماعة الأم والأب شوفوا أولادكم، مسكوا تليفوناتهم شوفهم بيكلموا مين، برافو شوفوا عليك أفكارهم، برافو عليك. شوفوا بيتناقشوا إزاي. ما تقولش إن هو لسانه طويل عليا أو أصله مش قادرين عليهم، لأ مفيش حاجة كده. تشد وترخي، طبعا لازم نرجع التربية بتاع زمان انا بخش وتشوفوهم بيوت بتتفرجوا على إيه والله يا وأفلام إيه استاذه دينا ومسلسلات إيه. بخش بيوت يعني عمليه احراج. يعني انا بتاسف سلف زي ما بيقولوا. يعني الاقي ثلاثه اربعه في الاسره اخوات وابوهم وكل واحد ماسك تليفون مش مع التاني خالص وما بيحترموش حد، وما بيحترموا. برافو عليك. وما بيحترموش ما حد. بيحترموش حد، يعني كلمتهم هي اللي تمشي. انا مره كنت قاعد قلت له انا قاعد معاك ولا عن اذنك انا في ايه؟ قلت له ما تسيب البتاع اللي في ايدك ده، ما تبص لي عايز اتكلم اخلص موضوعي. يعني حسيت ان خلاص ضغط على الناس ما عادش ده كل التليفونات. في كمان التنمر اللي هو على الفيسبوك اللي احنا طول ما احنا قاعدين في التعليقات نشتم بعض من غير سبب، ده اخطر بقى. ده اخطر طبعا. لان احنا طول النهار قاعدين على ده الفيسبوك اخطر طبعا. ده الفاضي بقى وبناخد اللي قاعد معلوماتنا، ده في كله قاعدين ما هو كله قاعد ماشي. حتى هم في الشغل قاعدين. دلوقتي حتى المذيع قاعد كده بيتفرج برضو على مش سايب الفيسبوك وبيقول الرسائل على اللي ده هو هي قاعد. حاجة كده لازم تلعبي بقى فيها. ادمان. ادمان. برافو عليك. ده ادمان صح صح بس لازم كل ده يتعالج، ان شاء ولازم الله. الله اللي احنا يخليك. دايما نبقى لطاف مع بعض. يا رب مش يا رب مش هنخسر حاجة لو اجبرنا، يعني اجبرنا نفسنا ان احنا نحترم بعض وان احنا نكبر بخواطر بعض. جبران الخاطر اللي ديننا قال لنا عليه يا جماعة انتوا بتنسوا كل حاجة وبتقلوا ده الغرب. تمام الحمد لله الحمد لله الحمد جدا. لله. حضرتك تحب تقول بقى ايه في نهاية الحلقة؟ انا احب يعني بشكر حضرتك وبشكر ربنا الناس يخليك. اللي قايمه على البرنامج وحاجه جميله قوي بصراحه. وانا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو راجل محترم وهو جه في وقت عصيب بالنسبه للدوله. ربنا يزيده وان شاء الله مصر على تقدم وخطوه كويسه يا رب للامام على طول ان شاء الله. انا متفائل خير يا رب في خير اخر في مصر. والله العظيم متفائل خير يا استاذه دينا. بس الناس تصبر شويه. انا ملاحظ ان الناس ما عندهاش صبر. الناس تصبر شويه. الجاي افضل. الجاي افضل بكتير ان شاء يا رب. الله ماشي. ان شاء الله. وبكده تكون انتهت حلقتنا. بشكركم جدا. استنونا الحلقه الجايه باذن الله. شكرا لكم.